اتجوز الفنان محمد رمضان مرتين في حياته، وكانت المرة الأولى من سيدة محجبة. طيب ايه تفاصيل جوازته الأولى؟ وازاي اتجوزها ب30 فصة ألماس عشان يتجوز؟ وايه سبب انفصالهم؟ وايه تفاصيل جوازته التانية بعد شهور قليلة من انفصاله عن زوجته الأولى؟ وليه رافض دخول زوجته المجال الفني؟ كل ده هتعرفه معانا في الفيديو ده. اتجوز محمد رمضان مرتين في حياته، وكانت المرة الأولى سنة 2008 من سيدة من خارج الوسط الفني، وكان عمره وقتها 20 سنة. واتقدم محمد لزوجته الأولى وهو في بداية مشواره الفني، وطلب من أهلها يدوله مهلة 5 سنين عشان يقدر يكون نفسه ويدبر فلوس الجواز. وفي الوقت ده كان بيشتغل في مسرحية اسمها يا ماما بيضة بطولة الفنان علي الحجار، وشاف أمير عربي المسرحية وأعجب بتمثيل محمد رمضان، فأهداه هدية ثمينة جدا عبارة عن قلم مرصع ب30 فاصة ألماس حر. لكن بعد فترة حصلت خلافات شديدة بين محمد رمضان وبطل المسرحية علي الحجار، وقال رمضان إن علي الحجار اتضايق من وجوده واتخانق مع المخرج عشان يمشيه. واتفاجئ قبل ما يطلع على المسرح ب5 بوديجارد بيمنعوه إنه يطلع على المسرح، فمشى. وقتها افتكر الألم اللي أخده من الأمير العربي، فدخل محل مجوهرات وسأل عن تمن فصوص الألماس اللي في القلم، وطلع تمنهم 150,000 جنيه، فباعهم واتجوز بتمنهم. ورزق محمد رمضان من زوجته الأولى ببنت واحدة سماها حنين، لكن بعد 4 سنين من الجواز حصلت خلافات كتير بينه وبين زوجته، وانفصلوا سنة 2012. وتوجهت اتهامات لمحمد رمضان بأنه تخلى عن زوجته بعد ما حقق الشهرة وبقى معاه فلوس، لكن محمد رمضان أكد أنه لما فصل عن زوجته الأولى ما كانش معاه فلوس، وأنه استلف فلوس عشان يدفع لها النفقة، بالرغم أن النفقة ما كانتش مبلغ كبير لكنه ما قدرش يدفعها بسبب حالته المادية الصعبة. ووصف رمضان زوجته الأولى بأنها ست جميلة ومحترمة، لكنهم ما كانوش متكافئين على المستوى الفكري والعاطفي، واعترف أن شخصيته صعبة لأنه راجل صعيدي في بيته ومفيش واحدة هتستحمله غير لو كانت بتحبه وهو بيحبها، لكن ما كانتش المشاعر دي موجودة بينه وبين زوجته الأولى. ولما زادت المشاكل بينهم قرر أنه ينفصل عنها عشان يحافظ على نفسية بنتهم. هو اتجوز محمد رمضان للمرة التانية من زوجته الحالية نسرين بعد قصة حب جمعتهم، واحتفلوا بجوازهم سنة 2012، وهي نفس السنة اللي انفصل فيها عن زوجته الأولى. وقال محمد رمضان إن نسرين هي حبه الحقيقي، وإنها قدرت تفهمه وتتحمل طباعه وضغوط شغله. ورزق محمد رمضان من نسرين بولد وبنت هما علي وكنز، وبينشر رمضان دايما صور بتجمعه بيهم على حساباته على السوشيال ميديا. وكل فترة بتطلع إشاعات عن انفصال رمضان عن زوجته نسرين، لكن رمضان دايما بينفي الإشاعات دي بطريقة غير مباشرة، عن طريق نشر صور رومانسية مع زوجته عشان يأكد ان الإشاعات دي ملهاش اي اساس من الصحة. وقال محمد رمضان انه بيرفض ان زوجته تدخل المجال الفني لانه شايف ان الاستقرار الاسري هو الاهم، وهو رمانة ميزان الانسان الناجح. وبرغم انفصال محمد رمضان عن زوجته الأولى، لكنه حريص أن علاقته ببنته الكبيرة حنين تبقى علاقة قوية، ودايما بينشر صور بتجمعهم على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان كان حريص أن علاقتها تبقى قوية بإخواتها من زوجته التانية. وظهرت حنين مع والدها محمد رمضان في كليب أغنيته مصباح علاء الدين بعد ما كبرت ودخلت مرحلة الشباب.